البطولة دي كانت مختلفة لأن البطولة دي أنا ما كسبتهاش قبل كده، فكنت حاولت قبل كده 4 مرات وما كنتش في أحسن مستوى إن أنا أكسبها، بس المرة دي الدنيا كانت مختلفة. أنا كنت جاهز البطولة دي وكنت جاهز، فكان عندي ثقة في نفسي وما كانتش فارقة معايا قوي لو أنا كنت رقم واحد، لأن أنا كنت حتى لو كنت مركز تاني كنت أو يعني في المراكز التانية دي كنت عارف إن أنا هكسب البطولة هناك، لأن أنا كنت متأكد إن أنا كنت أحسن يعني. وأول لما الخبر يعني طلع الصراحة كان خبر زي بيخليني عايز اتمرن اكتر، وحاجه تانيه ابص لها وابقى دايما عايز العب احسن واطور من نفسي عشان اعرف اوصل له. بس مصر كده عندها يعني زي الابر هاند، لان هي عندها احسن لعيبه يعني، فمتاكد ان مصر هتعرف تاخد اللقب يعني. متاكد علي فرج. ليه علي فرج؟ لان علي فرج مش بس في السكواش، انا بيعجبني شخصيته عامه، وكمان دراسيا هو عارف يعمل الحاجتين مع بعض وده مش سهل قوي يعني. فالصراحه انا ببص له من كذا ناحيه مش من سكواش بس. دراسه عندي مامتي وبابايا يعني دي عندهم حاجه زي ما ينفعش، فهي اهم حاجه، لان انا لو في اي وقت حصل لي حاجه او اتصبت او كده ف ده اللي انا هلجأ له، فهي دايما لازم حتى لو انا مش قادر او ما عنديش وقت لازم دايما اعمل لها وقت، لان لو انا حصل لي حاجه او اتصبت او حاجه هو ده هيبقى المين فوكس بتاعي، ده اللي انا هعرف اكمل بيه. فبحاول دايما ان انا الاقي وقت للاثنين، الحمد لله لغايه دلوقتي عارف يعني. انا عايز ابقى مهندس. كليه ايه بقى دي لسه انا مش عارف صراحه، اخش هنا ولا في امريكا لسه مش دلوقتي يعني، لسه بعرف. انا كنت بلعب الاول هاندبول وسكواش، بعدين احس ان انا ما بحبش العب اللعب الجماعيه، لان انا بحب انا ابقى انا اللي اخد كل يعني، لو زي لو انا اللي كسبت انا بس اللي كسبت، ما بحبش يبقى الفريق كله بالظبط. انا ما كنتش بحب اللعب الجماعيه، فلاحظت ان انا لا في اللعب الفردي احسن، فقمت سايب الهاند بول وابتديت كده سكواش بس وانا عندي 7 سنين. وقبل كده كان الموضوع اصعب، لان انت لما بتلعب واحد مصري في البطولات اللي بره مصر مش بيبقى معاك كوتشنج او مش بيبقى معاك زي مدربك يكلمك، لان انت كنت بتلعب واحد مصري، فالموضوع بيبقى بقى فيه بريشر زياده واللعيب ده بيبقى حافظك اكتر شويه. بس دلوقتي الدنيا اختلفت، لان انت لما انت بتلعب مع حد مصري بره ممكن يبقى معاك كوتش، فما بقتش بتفرق قوي دلوقتي، لان خلاص بقت زي كانك بتلعب واحد مش مصري، فبقت عادي الصراحه. بحب التنس قوي، بس الاعلى رياضي ولا بره الرياضه؟ رياضي. الكراز اللي هو الاسباني، اللي هو كان عنده 19 سنة ووصل رقم 1 العالم في التنس، هو ده كان ماسك الأعلى في الرياضة يعني عامة. والله يعني هو القصة بتاعته بس هي الانسبايرنج قوي يعني، و بتحسسك قد ايه ان الموضوع مش سهل، فلازم انت دايما تعدي بالصعب عشان تلاقي الحلو. فيعني واي حته بنلعب فيها يبقوا عارفين محمد صلاح، فيعني هي دي حاجه كبيره يعني. البطوله دي اللي هي كانت في لوس انجلوس، كانت بطوله بي اس اي، كانت بطوله مهمه قوي بالنسبه لي، لان كانت نقله كده في السيزون ده، لان انا كنت البطوله دي كانت بطوله صعبه وكسبت ناس جوه التوب 50، بس بعد ما كسبتها كمان حسيت لا انا اقدر ابقى احسن من كده، فعشان كده ابتديت اطلع في الرانكينجز واحده واحده ووصلت ل 78. وده مش حاجه سهله خالص في جيم الاولاد، لان هو مختلف عن البنات، فالطلوع في البي اس اي في الاولاد بيبقى اصعب شويه، بس يعني اعتقد ان ممكن ابقى في توب 50 على اخر السيزون ان شاء الله. صراحه هقول الاهالي، لان من غير الاب والام، الاب والام دايما هما اللي بيبقوا اللي معاك دايما، هما لا دوس دلوقتي اتمرن اجمد عندك احسن. وبرده حاجه تانية الصراحه المدربين،
انا الصراحه اللي كان متوليني احمد شهيب، من غيره الصراحه الموضوع كان هيبقى اصعب، فهو لولاه انا ما كنتش عملت اي حاجه من اللي عملتها دي. وكان هو كان متوليني من عندي 7 سنين اول ما ابتديت لغايه دلوقتي، فهو الصراحه ليه الفضل يعني عليا، ويعني دايما معايا دايما لحظه بلحظه، فانا بشوف دايما ان المدرب هو اهم حاجه يعني، طبعا مع الاب والام اكيد يعني.